يوم أحلم بنفس الشخص اللي تركني شنو أسوي؟ راح أجن. كيف أنظف عقلي الباطن؟ حبيبتي حبيبتي، أول شيء يعني راح أجن هذه، يعني أكيد إنك أنت قاعدة تقولينها طوال الوقت وتكررينها على نفسك، وبالتالي أنت تصنعين برمجة لقصة كثير مؤلمة. فأرجوك انتبهي وانت تتكلمين مع نفسك، انتبهي كثير وانت تتكلمين مع نفسك، انتبهي كثير وانت تتكلمين مع نفسك. تخيلوا احنا كل يوم نبرمج انفسنا، لما نتحدث مع انفسنا عن احداث حياتنا، الماضي، عن المستقبل، كله طوال الوقت احنا قاعدين نبرمج انفسنا. الشيء الثاني انه القصة الان هي قاعدة تحاول انها تتحرر بصراحة، يعني هي القصة يعني مو ما يحتاجها عقل باطن، لأنها هي موجودة في الوعي وموجودة في الحلم وحاضرة وقاعدة تقول يا جماعة أنا موجودة هنا، أبغى أتحرر، أبغى أشتغل على هذا الموضوع. لكني أبغى أسألك، أنا أقول لك، هو لما تركك وش الشعور اللي لمسه وخلاك بهذا المستوى من الألم؟ وش الشعور يا بيدي لما ترك هذا الشخص؟ وش لمس؟ وش الشعور اللي لمسك؟ انقهرتي؟ غضبتي؟ خفتي؟ شعرتي بالعار؟ بالفشلة؟ شعرتي انك ما تسوين شيء؟ شعرتي بالحزن؟ وش الشعور اللي لمسه خلاك توصلين هالمستوى من الألم انك تكلمين نفسك وتقولين انا راح أجن؟ هذا الشعور اشتغلي عليه، الله يخليك، هذا الشعور اشتغلي عليه، اشتغلي على هذا الشعور. وبرضه ممكن تحضرين السول ديتوكس، لأنه راح يساعدك انك تحذفين شوية الصور اللي قاعدة تشوفينها طوال الوقت. انا حامل عادي انظف، انا مو مع فكرة انه الحامل تنظف، خصوصا التنظيفات العميقة، لانه مو وقتها صراحة، مو وقتها. يعني الحامل هي محتاجة طاقتها، محتاجة تستزيد من الطاقة أكثر من أنها يعني تسوي عملية تنظيف وقت غير مناسب. يعني هذه وجهة نظري، ممكن شيء بسيطة ممكن، بس شيء عميق وشيء احتمال تدخلين في نوبة بكاء، احتمال تدخلين في نوبة حزن، احتمال ما راح تعلقين، خصوصاً إذا كملت التنظيف ما تعلقين، التنظيف ما راح تعلقين فيه، بس إنه يمر أشياء، تمر أشياء يعني من الماضي مؤذية. ليش الطفل يتحمل كل هذا الألم؟ لأنه راح يحس الجنين راح يحس بكل هالمشاعر التعبانة. واللي حضر معنا الوعي الطفولي يعرف جيداً هذا الموضوع. الأشخاص اللي ولدوا كانت الأم خايفة، أو كانت تتعرض للتهديد، أو كانت الأم في حرب، أو كانت الأم في ظروف صعبة، كلهم تأثر. حتى يعني يمكن آخر لحظة في حياتهم وهم عندهم مشاعر ما يدرون وين جاية، وهي جاية من فترة حمل الأم، فترة هو جنين. لذلك حفاظاً على هذه الروح واحتراماً لحقها في حياة طيبة، مش وقت مناسب إنه إحنا نسوي تنظيف للحمل. هل شعور اليأس هو شعور الحزن؟ لا يا مرحبا حبيبتي، لا، شعورين مختلفين. وإن كانوا مرات لما تيأس ممكن إنك توصل للحزن. الحزين ما أقدر أقول عنه إنه هو قد يكون هو يائس، يعني زي ما نقول من الصورة الكبيرة، لكن مو من الأشياء. شعور اليأس إنه أنا يأست من هذا الهدف، يأست إنه هذا الهدف يتحقق. الحزين مو يأس من الهدف إنه يتحقق، الحزين بس يأمر، يعني يتنفذ. حزين هذا يأمر يتنفذ، هو بس هو مو مهتم أصلاً، موضوع مو مهم بالنسبة له. يعني مثلاً خلنا نقول فرار الحمراء، اليأس يقولك أصلاً يعني لو تنشق الأرض وما في أمل، ما في أمل أجيب الفرار الحمراء.
لو حطيت نية وسويت كل خرابيطكم ولزقت وعطيت ولو ما اصلا لو عندي فلوس في البيت وبروح اشتري الفرن الحمرا طارت الفلوس. يأس، نقفل الموضوع. الحزين عند الفلوس، عنده حتى الشخص اللي يجيب له يروح يشتري الفرن بس يقول ما ادري مالي خلق، يعني ما راح تعطي عمق لمعنى الحياة اني اشتري فرن حمرا. بعدين اذا شريت فرن حمرا وش بيصير؟ ما له اي معنى اني اشتري فرن حمرا. فهو يقدر يجيبها، يقدر، هو من اكثر المشاعر السلبية اللي قادر على انه يهدف، بس ما يهدف، ما يبغى، هو ما يبغى يهدف، مو يأس، لا هو ما يبغى يهدف. بس في الصورة الكبيرة ممكن أقول عنه يأس، إنه يأس من الحياة وشعوره تجاه الحياة، يأس من شعوره تجاه الحياة إنه يكون أفضل أو إنه يكون إيجابي. صديقتي تقول أنا قلقة وأطفالي صاروا قلقين وأحس بتأنيب ضمير، لو أعمل تنظيف هل ممكن ينعكس عليهم؟ أوه واو، أول شيء أشكرك على سؤالك هذا، وأشكرك إنه أنتي انتبهتي للخطر القلق اللي أنتي قاعدة ترسلينه للأطفال كل يوم، والآن أنتي سويتي يعني تطوير، سويتي تطوير للمشاعر الرديئة، قلتي أنا قلقة، أوه واو، أنا وصلت لهم القلق، أوه ضميري أنبني، يلا ها. يلا خليهم قلقين وخليهم يعني يشعرون بتأنيب الضمير كل اثنين. فطبعا يا ليتك وقفتي على الاولى يعني، بس طبعا من ميزه الشعور مرات انه يسوء عشان ينتهي، زي ما نقول القاع، انه يعني خلاص يضرب عشان بيطلع، زي مرات مثلا شخص كذا كثير مجنون يعني ويلعب لعب في الحياه، يعتبر الحياه قطار الموت، يعني يضرب يروح هو يضرب تحت عشان يطلع فوق، بس يلعبها صح طبعا. فالان انت عندك قلق وعندك تأنيب، كل اثنين تورطتي فيهم كلهم. فنعم لازم تشتغلين، انا اعتبرها جزء من دورك كأم انك انت يعني تتعاملين مع اطفالك بشعور طيب، لانه كل الشعور اللي انت تحسين فيه هم ما راح يحسون فيه، سواء كان عندك سلوك يؤيد هذا الشعور أو بدون شعور. الأطفال هم متصلين طاقيا بأمهم ومشاعريا فكريا وبرضو ماديا، وينفصلون على مراحل يعني، فكل ما كانوا أصغر كل ما كان الاتصال يعني 100% 100% 100%. لو عندك جرح 100%، لو عندك جرح وانت تتألمين ولا وريتيهم ولا عرفوا، يوصلهم هذا الألم بنسبة، يوصلهم. كل ما كانوا أكبر كل ما تحرروا منك، يعني خلاص فوق 21 سنة انفصل ماديا فكريا مشاعريا طاقيا، خلاص انفصل، وبالتالي ما يكون عندها الدرجة من الألم. يعني لذلك مهم أن نحمي أطفالنا من ألمنا، مهم أن نحمي أطفالنا من شعورنا السلبي. مش بالضرورة أنت تصرخين عشان يحسون أنك غاضبة، لا، الطاقة توصلهم، الشعور يوصلهم، المكان على طول يكون كذا مسمم بالشعور السلبي. لذلك نعم أقترح عليك أنك تنظفين إذا كان مو عشانك، على ما يبدو أنك أنت مو مهتمة بنفسك يعني، بس عشان أطفالك برضو فكرة جيدة، وجزء من مسؤوليتك في الحياة أنك أنت تحمينهم من شعورك السلبي، وطبعا راح ينعكس عليهم بدون أدنى شك. أتمنى أنه إحنا نسمع واحدة من الأمهات اللي منظفات كيف انعكس الموضوع على أطفالها، كيف صار على أطفالها. على فكرة أبغى أقول لك شيء، بعض الأشخاص لما دخلوا عندي في الوعي الطفولي، طبعا أنا صممت الوعي الطفولي للأشخاص البالغين اللي عندهم مخلفات طفولة ويبغون يتحررون وينظفونها، تفاجأت أنه لما حضروا أشخاص الوعي الطفولي قالوا إحنا قدرنا نتعامل مع أطفالنا بشكل أصح، وصار عندنا وعي في التربية بسبب أنه إحنا اشتغلنا هذا الموضوع على أنفسنا، بسبب أنه إحنا قدرنا نفهم المرحلة الطفولة والأثر النفسي والشعور اللي يمر فيه الطفل، وكيف ممكن يتأثر بهذه المرحلة، وكيف ممكن تحفر هالذكريات وهالقصص فيه ويتورط فيها طول عمره.
راح تلقين انه فعلا انت لما نظفتي راح تلقين انه هم تغيروا معاك تلقائيا. فما بالك انه بطبيعه الحال انت لما تتغيرين راح تتعاملين معهم بطريقه مختلفه، تفكرين بطريقه مختلفه، ناظرين الامور من زاويه مختلفه، هذا كله في مصلحتهم، كله في مصلحتهم. طيب يا جماعه كان طولنا، اذكركم اول شيء بالتليجرام بليز تابعونا هناك عشان ما نضيع عن بعض. تابعونا في التليجرام، حطيت لكم الحساب في ستوري هنا وحطيته في السناب، يعني موجود في كل مكان. وبرضه معرض الكتاب يوم الجمعة الساعة 7:30 معرض الرياض الدولي للكتاب، بليز خلونا نشوفكم. ولا تنسون برضو عندنا سول ديتوكس، الوعي الطفولي، التنفس، الموسيقى التحولية. ولا تنسون نيتنا وخلفية الجوال، اللي ما حد خلفية الجوال وخلوكم معنا مستمرين لسه، احنا في الثلث الاول من الشهر ما زلنا مستمرين في التنظيف، وان شاء الله راح نحقق نيتنا في نهاية الشهر. شكرا لك، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.